اوكي، بسم الله نبدأ. هاي المحاضرة حتكون ريفيجن، اوكي؟ حتكون ريفيجن وحنركز فيها على الحاجات اللي فيها حسابات، لأنه معظم الأسئلة اللي راح تيجي بالامتحان راح تكون عبارة عن مسائل حسابات. احنا أخذنا ثلاثة هوم ووركس. فهدول الثلاثة هوم ووركس بدنا نعمل لهم ريفيجن هلا، نحاول ايش؟ نحل مسائلهم ونشوف القوانين اللي اجوا منهم. اوكي؟ تمام. شو صار؟ اوكي، هلا واضحه؟ طلعت عندكم السكرين؟ طلعت السكرين عندكم؟ طالعه؟ هلو، كلكم شايفين السكرين عندي الاكزامبل؟ شو، ما حدش برد؟ ما حدش سامع؟ طيب، زي ما حكينا انه هلا بدنا نستعرض الهوم وركس اللي اخذناهم ونتطلع على الاكزامبلز اللي فيهم، نتطلع على الاكزامبلز اللي فيهم. اوكي؟ تمام. يبقى هون الاكزامبل حكينا انه في عندنا اورجانيك اسيد. فيبقى الاورجانيك اسيد هذا شو ماله؟ بصير له اكستراكشن بين الاكوياس والاورجانيك. طبعا ان اورجانيك اسيد معناها انه اكويس سوليوشن، تمام. فيبقى هذا الاورجانيك اسيد شو بكون له؟ بكون له كونسنتريشن، بكون له كي دي، وبكون له كي اي. هذول ثلاث شغلات. سامعيني ولا لا؟ هلو، سامعيني؟ اه دكتور، سامعينك. طيب، يبقى لاحظوا، لما قال لي اورجانيك اسيد يبقى شو بده يكون له؟
concentration KD وK K. الاكستراكشن تم بين مين ومين؟ تم بين الأكوياس والإيثر. تم بين الأكوياس والإيثر. بده extraction efficiency لو كان single لو كان multiple. وبده إيش؟ single عند pH 4 وsingle عند pH 3. أوكي تمام. هلأ لو غير الفوليوم هاي أو غير الفوليوم هاي شو راح يتغير؟ وين أنا بستخدم الفوليوم ريشيو؟ وين بستخدم الفوليوم ريشيو؟ لما بروح من الكي دي للكي داش صح؟ دائما هلاحظ هون إيش؟ إنه دائما الفوليوم ريشيو مهمة وين؟ مهمة بالكي داش. هاي لاحظته هون لما كان 200 الأورجانيك في البسط والأكوياس بالمقام في الامتحان. في ناس بتخربط ولما تخربط بتلاقي الجواب وبتعلم غلط. دير بالك البسط اللي هو الأورجانيك، المقام هو إيش؟ الأكوياس. فيبقى بتلاحظوا إنه أول شغلة بروح من الكي دي للكي، هاي الشغلات لازم أسويها سواء عندي مالتيبل سينجل في إيفكت أوف بي إتش. بدي أروح على وين؟ على الكي داش. بعدين في عندي فاي إم وفي عندي فاي إس، لكن في الإكستراكشن إفيشنسي أنا شو بطلب؟ بطلب من الفاي إم، بطلبش من الفاي إس. لكن شو العلاقة بين الفاي إم والفاي إس؟ أيوة شو العلاقة بين الفاي إم والفاي إس؟ أيوة شو العلاقة بينهم؟ شو العلاقة بين الفاي ام والفاي اس؟ العلاقة بينهم انه مجموعهم واحد صحيح، صح ولا لا؟ فاي ام زائد فاي اس يساوي واحد صحيح. تمام. فيبقى هاي لاحظوا انه كان عندي كي دي، رحت لكي داش، رحت لفاي ام. هلا الاكستراكشن افيشنسي سينجل واحد ناقص فاي ام ضرب 100. تمام. هي اول مطلوب بالسنجل اكستراكشن كي دي كي داش فاي ام اكستراكشن افيشنسي. طيب هلا طلب مالتيبل اكستراكشن. طبعا مالتيبل اكستراكشن 2% معناها انه الاكستراكشن بطل 200% صار 100%. لكن أكم مرة؟ 100%. لكن أكم مرة؟ 100%. لكن أكم مرة؟ مرتين. كم مرة؟ كان أكم مرة؟ مرة في مرة. لكن شو صار عندي؟ مرتين. يبقى شو اللي اختلف عندي هلأ؟ اختلفت الكي داش. اختلفت الكي داش. لكن الكي دي يبقى ثابت. يبقى إيش؟ يبقى ثابت. فيبقى الكي داش بطلت 200 على 100. شو صارت؟ 100 على 100. تمام. هي انا طالما طلعت الكي داش بجيب ايش؟ بجيب الفاي ام. شو بسوي؟ بجيب الفاي ام. لكن قانون الاكستراكشن افيشنسي ماله تغير. تغير. لما يتغير يبقى بصير فاي ام مرفوعة ايش؟ سكوير. والله ما حقت شو لابسة. والله ما حقت شو لابسة. ارتفعت الاكستراكشن افيشنسي ل 93.8%. كان 85.7 بالسنجل اكستراكشن، ارتفع ل 93.8 في الدبل اكستراكشن. تمام. طيب هلا لما اخذ الايفكت اوف بي اتش، بقول لك الايفكت اوف بي اتش باثر على شيء واحد، انه الكي دي شو بتصير؟ الكي دي شو بتصير؟ دي. الكي دي شو بتصير؟ دي. والدي هي عباره عن ايش؟ عن كي دي مضروبه في الفا اتش اي. ايش هي الالفا اتش اي؟
اللي هي المول فراكشن لل HA. ايش هي المول فراكشن لل HA؟ H بلس على H بلس زائد ايش؟ زائد ايش؟ KA. طبعا في كل الاحوال الدي لازم تكون اقل من الكيدي. تمام؟ الدي لازم تكون اقل من الكيدي. اكثر شيء ممكن تصله الدي هو ايش؟ الكيدي. تمام؟ فيبقى هلا قلنا عند بي اتش تساوي 4. عند بي اتش تساوي 4 الاتش بلس شو بتساوي؟ 10 سالب 4 10 تو باور ماينس بي اتش، او على الكالكوليتر انفرس لوج ماينس بي اتش. فيبقى بنعوض، فيبقى الالفا اتش اي شو بتصير تساوي؟ نص. صارت تساوي نص. فيبقى الدي بطلت 3، صارت 3 مضروبه في ايش؟ 3 مضروبه في نص. فيبقى 3 مضروبه في نص شو صارت؟ الكادي بطلت 3 شو صارت؟ 1.5. فيبقى بالحسابات الكاداش ما باخذ الثلاثة، شو باخذ؟ شو باخذ؟ 1.5. يبقى بدي اروح لايش؟ لكيداش، بضرب في الفوليوم ريش 200 ل100، لان انا قلت سنجل اكستراكشن ات بي اتش 4، سنجل اكستراكشن ات بي اتش 4. فبدل 6 شو صارت؟ 3. فبدل 6 شو صارت؟ 3. والفاي ام شو بدها تساوي؟ 1 على 3 زائد 1.25. هاي قانون السنجل اكستراكشن قديش؟ 75%. شو صارت؟ صارت 75%. لاحظوا انه بدون بي اتش كانت قديش؟ لو يعني لو ما كانش عند، لو كانت البي اتش كل شيء تمام بتكون 85.7. تغيرت البي اتش نزلت لقديش؟ ل 75%. لكن انا قلت انه لو كان المركب اسيدك الاكستراكشن افيشنسي بتزيد كل ما تقل البي اتش. فيبقى هلا قال لك اشتغل عند بي اتش تساوي 3. شو معنى بي اتش تساوي 3؟ معناها الاتش بلس شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ الاتش بلس شو بتساوي عند بي اتش 3؟ قديش هاي القيمه؟ 10 سالب 3. والالفا اتش اي شو بتساوي؟ اتش بلس على مجموع الاتش بلس زائد كي اي، صارت 0.909. فيبقى الدي كي دي الثلاثة مضروبة بالفا اتش اي بطلت 3 شو صارت؟ 2.73. شو صارت؟ 2.73. على طول بحسب الكي داش، بعد الكي داش بحسب الفاي ام، بعد الفاي ام شو بتصير؟ اوكي 84.5%. لاحظوا بدون pH 85.7، عند pH 4 75%، عند pH 3 84.5. لو انزل ل pH 2 حتضل اقل من ال 85.7، بس تقترب من ال 85.7. تمام. طبعا اي اول سؤال كيداش. في سؤال حيجيك احسب الكيداش، حجز هذا لجهازين. وفي سؤال حقول لك احسب الاكستراكشن افيشنسي سنجل. وفي سؤال حقول لك احسب الاكستراكشن افيشنسي، احسب الاكستراكشن افيشنسي دب مالتيبل. وفي مطلوب ثالث احسب الاكستراكشن افيشنسي عند بي اتش. وفي مطلوب انك تحسب الكيدي. كيف الكيدي؟ لازم يعطيك كونسنتريشن في الاورجانيك فيز، ويعطيك كونسنتريشن في الكونسنتريشن فيز. تمام؟ يعني مثلا لو قال لي في عندي بوينت، لو قال لي عندي لو قال لي عندي بوينت 2 مول، بوينت 2 مول بالاورجانيك فيز وبوينت 1 مول بالاكويس فيز، يبقى بقول قديش الاورجانيك فيز؟ التركيز بوينت 2 على 200. قديش تركيز الاكويس فيز؟ 0.05 او 0.1 على 100. والكونسنتريشن ريشيو هي عباره عن ايش؟ عن الكيدي، صح؟ يبقى هي كم سؤال صار جاي عندنا؟ احسب كيدي، احسب كيداش،
احسب extraction efficiency single، احسب extraction efficiency double، واحسب extraction efficiency مع pH. هاي خمس أسئلة. هاي كم سؤال صار؟ خمس أسئلة. تمام؟ كويس. خلينا نروح على الهومورك الثاني. الهومورك الثاني طبعا في كمان مثال اللي هو تاع الكليشن، ديروا بالكم عليه هذا، ما حيجيكم كمان سؤال انه لما سويت كليشن، بس هذا ما اعطيتكوش اياه هومورك، فموجود عندكم بالنوتس صح، لما اخذنا الليد وسوي حولناه لدايثيازون وقسنا الابسوربانس هاي خمسة وكمان واحد شو صار؟ ست. وهلا هذا الهومورك الثاني عن ايش؟ عن الكاونتر كرنت اكستراكشن. هذا الثاني عن ايش؟ عن الكاونتر كرنت اكستراكشن. قلت شو بعطيكو؟ بعطيك الكي داش. شو بعطيك؟ النمبر اوف ترانسفير ان، وبعطيك التيوب اللي تحسب فيه اللي هو ار. تمام؟ طيب اه شو بقول الهومورك الثاني؟ ايش بقول الهومورك الثاني؟ بقول لك اسوليوت، اعطيتك الكي داش، قال لك احسب الفراكشن في انو تيوب ار 5 بعد 8 ترانسفير، الام 8 يبقى الام 8، فيبقى بده الاف 8 5 اللي هي ايش؟ 8 فيكتوريال على 5 فيكتوريال 3 فيكتوريال اه تمام، في فاي ام ار ام ناقص ار. طبعا راح اعطيك القانون، راح اعطيك القانون بالامتحان اوكي تمام. فيبقى هلا اعطاني الكي داش، يبقى شو بدي اجيب؟ الفاي ام. شو الفاي ام؟ واحد على كي داش زائد واحد على كي داش زائد 1.4. والفاي اس شو بدها تكون؟ لانه الفاي ام والفاي اس شو بيساوي؟ واحد صحيح. فيبقى الفاي اس شو بدها تساوي؟ 0.6. 8 فيكتوريال اللي هي الان فيكتوريال، 5 فيكتوريال اللي هي الار فيكتوريال، 3 فيكتوريال اللي هي 8 ناقص 5 3. شو معنى 8 فيكتوريال؟ 8 في 7 في 6 ضرب 5 فيكتوريال، هي 5 فيكتوريال ما راحت على الفيكتوريال، يبقى صارت 8 7 في 6. ال 3 فيكتوريال هي عبارة عن 3 ب 2، فهذا كله بيطلع قديش؟ 56. الفاي ام 0.4 تو باور قديش؟ 5. الفاي اس قديش؟ 0.6 تو باور قديش؟ 3. تمام، فطلع الفراكشن عندي قديش؟ 0.124، معناها 12.4% من هذا السوليوت بكون موجود في هذا التيوب، بكون موجود في هذا التيوب. فيبقى شو حيصير؟ هي كمان سؤال بالامتحان، قديش صاروا؟ 6. قديش صاروا؟ 6. تمام كويس. طبعا هو انت الامتحان زي تيك هوم، يعني بتقدر تحط ال بتقدر تحط الهومركس قدامك صح؟ اه يعني ما حدش محاسبك، فيش حد بيراقبك، شايف كيف؟ فيعني عادي ما في مشكله، المهم انك تعرف تستخدم القوانين. يبقى هي هدول اخذناهم ايش؟ اخذناهم على ايش؟ اخذناهم على اول سكشن اللي هو ايش؟ الاكستراكشن، الانترودكشن للكروماتوجرافي. بعدين رحنا وين؟ على الكولوم كروماتوجرافي. احول كولوم كروماتوغرافي، بيهمنا نحسب ايمج افيشنسي، بيهمنا نحسب افيشنسي، بيهمنا نحسب سيلكتيفيتي، وبيهمنا نحسب ريزولوشن، وبيهمنا نحسب الايفكت اوف لونجر كولومز. تمام. فيبقى اعطاني لكل كومبوننت شو بيعطيني؟ بيعطيني التي ار. تمام، وبيعطيني الويدث. يبقى كل كومبوننت، كل سوليوت شوفوا إله شغلتين مخصوصات فيه اللي هم ايش؟ الريتينشن تايم والويدث. طيب والكولوم شو بيعطيني إله؟ الكولوم بيعطيني إله تي ام صح، لان هالتي ام لا تتغير لا للكومبوننت الاولى ولا الكومبوننت الثانيه. اوكي، شو اللي بتغير بينهم؟ الفرق، والفرق بينهم هو عبارة عن إيش؟ عن التي اس صح؟ قلنا التي اس تتناسب مع الكيو اس، الفاي اس، والتي ام تتناسب مع الفاي ام، والكي داش فاي اس على فاي ام. أوكي؟ يبقى هي أعطاني المعلومات هاي.
الكولوم يبقى أعطاني TM وأعطاني إيش؟ شو أعطاني؟ إيش هاي الثلاثين؟ ما هي الثلاثين هاي؟ إيش هي الثلاثين؟ الثلاثين هي طول الكولوم، صح؟ قال لي احسب الريزوليوشن، فيبقى الريزوليوشن من مخرجات الكوليو الكولوم هي عبارة عن إيش؟ 2 دلتا تي آر على ودث الـ A زائد ودث الـ B، ودث الـ A زائد ودث الـ B. الدلتا تي آر الثانية ناقص الأولى، ودث الأولى ودث الثانية، شو طلعت عندي؟ 1.06. هذه experimentally، تمام. يبقى هلأ كمان كل بيك إذا عرفنا الـ TR والـ width شو بنحسب لها؟ الـ number of theoretically plates. المفروض إنه كل البيكس في الكولوم يكون لهم نفس إيش؟ يكون لهم نفس الـ number of theoretically plates. ليش؟ لأنه إذا زاد الـ TR بزيد الـ width، فبتبقى الريشيو بينهم كما هي، لكن في تغير بسيط. فيبقى هون في المطلوب الثاني شو عملنا؟ طلعنا الـ N1 اللي هي 16 في TR على W الريشيو إيش مالها هاي؟ سكوير. الريشيو إيش هاي مالها؟ S سكوير. الريشيو هاي سكوير، أوكي؟ تمام، 16 على حاصل الريشيو سكوير. طبعاً لأنه تنتين شو بنسوي؟ بناخد الأفريج. حكينا في عنا N وفي عنا H، الكولوم شو فيه له؟ N و H. الـ N بنحسبها منين؟ من البيك. إيش من البيك؟ البيك إلها TR و width. نحسب الـ N. والكولوم شو فيه له؟ length. شو فيه له؟ length. فالـ H شو بدها تساوي؟ L على إيش؟ L على N. تمام. لكن طورنا إحنا نظريتين للكروماتوغرافي، لحسابات الـ لا لحسابات الـ resolution. واحدة بدلالة دلتا، واحدة بدلالة دلتا اللي هي سميناها separation factor، اللي هي إيش؟ الراتيو بين TRs. الراتيو بين مين؟ بين TRs. وفي عنا ألفا، الراتيو بين ألفا اللي هي selectivity factor، اللي هي عبارة عن إيش؟ اللي هي عبارة عن الراتيو بين إيش؟ TSs. والTS هي عبارة عن TR ناقص TM. هاي طلعنا الـ TR، طلعنا الدلتا في مطلوب دي، TRB على TRA طلعناها، والقانون resolution. في القانونين تتشابه الترم الأولاني اللي هو efficiency تاعت الكولوم، اللي هي تعتمد على number of theoretical plates، square root over N على 4، على إيش؟ على 4 في فرق اللي هي دلتا ناقص 1، طلعت 1.1. أما قانون مطلوب إيه اللي هو resolution بدلالة ألفا، تمام؟ دلالة ألفا، الألفا مش TR على TR، TRB ناقص TM على TRA ناقص إيش؟ ناقص TM. هاي هالريشيو، يبقى بدنا نجيب الكي داش. الكي داش TR ناقص TM على TM لبي، ها السيجما ان على 4 طلعناهم من اول مطلوبين، هون لما طلعنا الالفا، وهون ايش الكي داش بي. فهذا التيرم مش موجود في المعادله الاولى، فهي زي ما لاحظنا هون طلعت 1.1، هون طلعت 1.02، والاكسبيرمنتال قديش؟ 1.06، ها 1.06. فيبقى وحده كانت بتزيد 0.04، وحده بتنقص ايش؟ 0.04. تمام. هلأ بعدين شو بده؟ اللينكث، العلاقة بين اللينكث والريزوليوشن. العلاقة بين مين؟ العلاقة بين اللينكث والريزوليوشن. فشو قانونها؟ R2 على R1 تساوي سكوير روت L2 على سكوير روت L1. قال لي قديش طول الكولوم حتى احصل baseline resolution؟ اذا قال لي baseline resolution شو معناها؟ معناها الR شو بتساوي؟ 1.5. يبقى 1.5 على 1.06 تساوي square root ال L2 على square root ال L1 اللي هي 30
فطلعت شو بيساوي الكولوم الجديد؟ 60 سنتي. طبعا هلا قال لي ممكن يسالني شو ريتنشن كل واحده من الكولوم، قديش الريتنشن تايم لكل كومبوننت فيهم؟ تمام، يبقى قال لي ايش شو ريتنشن تايم للكومبوننت. ممكن يسالنا عن الكومبوننت الاولى، ممكن يسالنا عن الكومبوننت الثانيه. اوكي تمام. فيبقى هلا الكولوم الثاني بدي اجيب له التي ام. فاول قانون بقول تي ام 2 على تي ام 1 شو بتساوي؟ ال 2 على ال 1. فهي جبت التي ام 2، فصار الكولوم الثاني شو فيه له؟ تي ام، وشو فيه له؟ ال، صح؟ تمام، له تي ام، وصار له كمان من ال جبت ايش؟ التي ام. تمام، يبقى هلا شو بدي اجيب؟ بدي اجيب ال، بدي اجيب الكي داش. الكي داش ما بتتغير بين الكولوم الاولاني والثاني، صح؟ سواء زد طول الكولوم الكي داش لا تتغير. فبجيب الكي داش من الكولوم الاولاني اللي هي عباره عن ايش؟ تي ار ناقص تي ام على تي ام، خلص هي نفسها بالكولوم الثاني، بعوضها وجبت التي ام. فيبقى ال 12.56 شو بتساوي؟ تي ار بي 2 ناقص تي ام 2 على تي ام 2 تطلع 35.2 minutes. اوكي يبقى كم مطلوب هون صار؟ الحمد لله يبقى 6، وهي كمان 6 هي 7، هي صار 13، هي 13 سؤال. تمام، بضل 7 عن السوليد فيز، شو تأثير السنسيتيفيتي، شو تأثير السيلكتيفيتي، وكمان سؤال على فان ديمتر إكويشن. أوكي، الاي تتناسب مع السرعة، البي شو بتتناسب مع السرعة، السي شو بتتناسب مع السرعة. تمام، فهي 20 سؤال. هي إيش؟ هي 20، هي 20 سؤال. أوكي تمام، هذا هو الامتحان. ويوم الامتحان بكون 3 ولا 4؟ يوم إيش بكون الامتحان؟ يوم 4 الشهر. يوم ايش؟ الجمعة 31، السبت 1، الأحد 2. بيكون يوم 3 يوم الثلاث، يوم الثلاث. فيبقى قبل الامتحان في العطلة بنحاول نرتب محاضرة زوم للي عنده سؤال. اوكي، حتكون مسألة 2. اوكي ماشي. ماشي، مسألة 2 من جدول زوم ليكتشر، بس أني ساعة والله لهلا ما بعرف. اوكي تمام. ايوه والله اللي ما بيجيب علامة في الامتحان هاي فلا يلومن الا نفسه. صح انه اللي بيحضروا كانوا 28، كانوا 28 واحد، اليوم 18، فهي راح عنهم الريفيجن. فيعني هي احنا عملنا اللي علينا، بل كل يضل بي عليكم. طبعا الامتحان فورمات مختلفة وشفلينج، اللي بده يعتمد على زميله وإشي زي هيك راح يخسر. اسألوا أصدقائكم اللي كانوا في السبيشال دي، صح؟ تمام؟ ما عنديش مشكلة، كل سؤال بحط عليه 6، والجهاز بخربط زي ما بده. بتتشابه انت وزميلك مع سؤال سؤالين بس، بعدين بتكون ضيعت وقتك. فاحسن شيء عشان تتعلم، فشو ايش؟ استدي يا فتى. في حدا عنده سؤال او استفسار؟ ما في كالعادة، صح؟ في حدا؟ اوكي، ايش اشي؟ خلاص نروح. يلا يعطيكم العافية، نشوفكم يوم، نشوفكم يوم ايش؟ نشوفكم ان شاء الله يوم الامتحان الساعة واحدة، اللي هو نفس وقت الامتحان. طبعا الامتحان مدته ساعة، الامتحان مدته ساعة، لكن في شوية فليكسبيليتي، لو تأخرت بالدخول لحد 15 دقيقة بضل انه في عندك ايش؟ في عندك تاخد ساعة. يعطيكم العافية.
يلا في أمان الله. هاي الندمة. أوكي.